شارك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم التي تضم الدول الأعضاء في المجموعة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، ألمانيا، إيطاليا وكندا، إلى جانب عدد من قادة الدول. القمة ستناقش ملفات هامة في الراهن الدولي، إلى جانب التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والوضع في الشرق الأوسط. قمة باري تناولت بشكل خاص أهمية الاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا وسبل مرافقة الدول النامية في هذا المجال لمواجهة العديد من التحديات على غرار الهجرة غير الشرعية.